قادة بريكس يبحثون توسيع المجموعة وتقليل الاعتماد على الدولار. ترامب يعتزم تسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا. في مهمة تاريخية الهند تنفذ هبوطا ناجحا على سطح القمر. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. البداية من القمة 15 لدول مجموعة بريكس المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ، حيث دعا القادة إلى إرساء نظام عالمي جديد متعدد وإنهاء هيمنة الدولار وتوسيع المجموعة وتعزيز دورها في تعافي الاقتصاد العالمي. روسيا من أبرز الدول في المجموعة، لكن رئيسها فلاديمير بوتين لم يتمكن من حضور القمة بسبب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وستضطر جنوب أفريقيا إلى اعتقاله إذا سافر إلى هناك. لكن بوتين وفي كلمة مسجلة أكد على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، مطالبا بنظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وإلى الولايات المتحدة، حيث تتجه الأنظار الخميس إلى جورجيا، حيث يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسليم نفسه لواجه اتهامات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في الولاية في عام 2020. ترامب والمتهمون 18 معه من المتوقع أن يحضروا إلى سجن في أتلانتا المعروف بأنه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات ومشمول بتحقيق من جانب وزارة العدل. وفيما لا تزال شروط استسلام ترامب قيد التفاوض، حيث عادة ما يتم تفتيش المتهمين الذين يتم تسجيلهم في السجن ويخضعون لفحص طبي ويتم أخذ بصمات أصابعهم وتصويرهم. لكن من المرجح أن يبقى الرئيس السابق هناك لفترة طويلة بعدما تم الاتفاق على دفع كفالة بقيمة 200,000 دولار لإطلاق سراحه. في إنجاز تاريخي، نفذت الهند بنجاح هبوطا سلسا ومحكما على سطح القمر من خلال مهمتها التاريخية شاندريان 3، لتصبح الدولة الرابعة على الإطلاق التي تحقق هذا الإنجاز. ويعد هبوط هذه المركبة غير المأهولة على سطح القمر محطة تاريخية لأكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، ويأمل في الانضمام إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر بعد 4 سنوات من محاولة كانت فاشلة. يذكر أن هذه المهمة تأتي بعد أيام قليلة من تحطم المسبار لونا 25، وهو الأول الذي ترسله روسيا إلى القمر منذ العام 1976. وإلى عالم التكنولوجيا، حيث أطلقت شركة متى نموذج ذكاء اصطناعي جديد يدعم الترجمة الفورية من نص إلى حديث والعكس، بما يقرب من 100 لغة وترجمة كاملة من حديث إلى حديث بأكثر من 35 لغة. متى بهذا الاختراع جمعت بين تقنيات كانت متاحة فيما سبق في نماذج منفصلة، ووضعت بناء محتملة لأدوات تمكن من الناس من التواصل الفوري كسيرة الحواجز بين اللغات. الرئيس التنفيذي لمتى مارك زوكربيرغ قال إنه يتصور أن تيسر هذه الأدوات التفاعل بين المستخدمين من جميع أنحاء العالم، لكن الشركة في المقابل تواجه تساؤلات قانونية حول البيانات التدريبية المستخدمة في تغذية نماذجها. وإلى خبرنا الأخير، حيث تخطط ألمانيا لتخفيف قواعد الحصول على جنسيتها بموجب تشريع جديد من شأنه أن يعزز اندماج المهاجرين ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة. المشروع، وبعد أن أقره المستشار أولاف شولتز ووزرائه، ما يزال يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل اعتمادا على سرعة قرار البرلمان. الحكومة الألمانية تخطط بموجب المشروع لجعل الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد قضائهم 5 سنوات في ألمانيا أو 3 سنوات في حالة إنجازات الاندماج الخاصة، بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي.